وجدناه. فلذا قال بعض العلماء من آداب الدعاء ومن المستحبات له أن تحمد الله بين يدي الدعاء، وأن تثني عليه، وأن تمجده، وإضافة من الحديث وأن تصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، تتخير من الدعاء ما هو أحب إليك وأعجب إليك. وقد دلت على هذا أدلة متعددة، نذكر منها ما تيسر، أعني أدلة على أننا نحمد الله قبل دعائنا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله، لم يثني عليه، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن الأدلة أيضا حديث الشفاعة الطويل، فيه أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: ثم يأتونني فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فقوله جل ذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، جاء بعد أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه بأنواع من المحامد والثناءات. فهذا دليلنا أيضا على أن الدعاء يتقدمه حمد لله. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعدها دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فيسن ويسرع حمد الله عز وجل بين يدي الدعاء، كأن تقول: يا رب لك الحمد أنت عافيتني، يا رب لك الحمد أنت رزقتني، يا رب فمن علي بالشفاء. قل: يا رب يسرت لي أمري وأصححت لي بدني وجعلتني في بيتي أنام هادئا مطمئنا، فيا رب وفقني لمزيد من طاعتك. فتحمد الله وتثني عليه وتقر له بالفضل، ثم بعد ذلك تسأل الله ما تريد. ولعله يلفت النظر إلى أننا بعد قولنا سمع الله لمن حمده نخر لله سجدا ونسأل الله ما نريد، فالسجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فتأتى الدعاء في السجود بعد حمد الله سبحانه وتعالى. فإذا يشرع ويستحب ويسن أن تحمد الله على نعمه وعلى آلائه، ومن ثم تدعو. ودل على هذا أيضا، والأدلة في ذلك كثيرة جدا: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وبعدها جاء الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. فالحاصل أنه يسن ويسرع الإكثار من حمد الله بين يدي الدعاء. فتذكر نعم الله عليك وتحمده عليها، وبعد ذلك تدعو الله بما تريد، ففي إقرار منك بفضل الله عليك. الحمد لله رب العالمين.